وجهت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت باعتماد 100 مليون لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية لطلاب جامعة حضرموت. جاء ذلك خلال لقاء محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني بقيادتي رئاسة جامعة حضرموت ونقابة وأعضاء هيئة التدريس لبحث جملة من المعالجات والحلول لضمان استمرار العملية التعليمية بجامعة حضرموت. وكرس اللقاء لمناقشة جملة من المقترحات وفق إمكانيات السلطة المحلية، أهمها تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية لطلاب جامعة حضرموت لأهميته في تقديم المساعدة للطلاب وخصوصا القاطنين في السكنات الطلابية للجامعة والطلاب الساكنين في المديريات والمناطق البعيدة بهدف التخفيف عنهم أجرة النقل، وكذا إمكانية تقليص أيام الدراسة وبحث آلية تطبيق الدراسة عن بعد. وأكد المجتمعون على رفع المعالجات التي تفوق إمكانية السلطة المحلية إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ بشأنها الإجراءات ووضع الحلول المناسبة لها. وأبدى محافظ حضرموت استعداده بتقديم الدعم للسكنات الداخلية لطلاب الجامعة والبحث مع الجهات المانحة إمكانية دعم السكنات بالمواد الغذائية والأساسية. وبعد مناقشة مستفيضة طبعا قام الأخ المحافظ بالتبرع عليه صندوق الرعاية الاجتماعية للطالب الجامعي بمبلغ 100 مليون ريال كمساهمة أولية للمساهمة في تخفيف أعباء أجور النقل لطالبتنا وطالباتنا المنقولين من المناطق البعيدة بالذات الشحر والحامي والغيل وضواحيها. في هذه المساهمة هي مساهمة أولية وستتبعها إن شاء الله مساهمات من جهات أخرى لدعم هذا الصندوق و تسهيل وتخفيف الأعباء النقل وعلى طلبتنا سكان المناطق البعيدة أو المناطق الداخلية في المكلا. فيما يتعلق بحقوق أعضاء التدريس وكثير من المطالبات وحقوق الشعب، لأنه احنا لابد اليوم أن نتبنى قضية شعب كامل، شعب أوصل إلى كوارث حقيقية، شعب أصبح غير قادر على إيجاد أو أبسط متطلبات المعيشة. فكنقابة أعضاء التدريس ومساعديهم في جامعة حضرموت هي لها بعد نظر أكثر من وضع بعد موضوع جامعة أو موضوع تدريس أو موضوع ذا، فالموضوع الآن أصبح موضوع وطن كامل يتألم جوعا، وخاصة شعب حضرموت الذي يرفد ميزانية الدولة بأكثر من 70%، ولكن للأسف الشديد تخلوا عن حضرموت للجميع وأوضعوا السلطة المحلية في مأزق حقيقي أمام مواجهة الشعب.